كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. التقدير اللي جعلتني انه فاش غنبدا هذاك العمل لاسيز ليو نقش الفيليغرام كيفاش بالنسبه للمندوبيه تاع الثقافه ضمت واحد المندوبه اللي هي تهضر على التاريخ تاع الحرفات الصياغين اللي فيها اليهود المغاربه وفيها حاحا وفيها الدق الصويري وفيها حاحا وفيها الشنانين وهاد الشنانين وبين اليهود وحاحا والشنانين هو من تخلقات ديك القضيه تاع الدق الصويري حيت كانت تخلقات ديك الساعه واحد المدرسه تجمعوا بيناتهم وذاك المنتوج ديالهم سماوه الدق الصويري من تما انطلقت الصراعه التقليديه انطلق الدق الصويري سنوات الستينات من تما تجمعوا تسمى الدق الصويري وكان الدق الصويري الحمد لله كان واحد الوقت مزدهر نشيط خدامين مزيان حاليا دابا الحمد لله ماشي المهم غير كاينين بعض المشاكل راه ناقشناهم في الندوان ناقشنا فيها جميع المشاكل تاع اللي ناقشنا على الجماريك ناقشنا على الماده الاوليه على التكوين اللي ما كاينش على بزاف د الحوايج ناقشناهم بزاف د الحوايج اللي ناقشنا في هذه الندوه هذه. الاقبال الحمد لله الاقبال كاين ولكن المشكل اللي عندنا هو بزاف اللي هو اللي مطروح اللي خلانا ما بقيناش كنخدموا ديك الخدمه اللي كنا راه كنا واحد الوقت راه فايتين واحد العادات تاع الصناع التقليدي كيخدموا كل واحد والتخصص ديالو اللي كيصوب الخناجر كيصوب الخناجر اللي كيصوب المبخره كيصوب المبخره اللي كيصوب البياس الكبير كيصوب البياس الكبير اللي كيخدم المضمه كيخدم المضمه اللي كيصوب الخاتم كيخدم المضمه كان ديك الساعه كان التخصصات عند المعلمين وبين الفيليغرام والنقش دابا كاين بعض الناس عاوتاني اللي هي النقاشه اذا ما فصلتيش ما خص دائما المعلم اللي كيفصل باش يكمل ليه النقاش ينقش ليه هذه هي الطريقه باش كانت الحرفه والحمد لله جات الحرفه حتى الثمانينات راه ناقشنا هذه المسائل هذه في الندوه جات حتى الثمانينات واحد الوقت هو كان واحد وقف السوق واحد الوقت وقفات المضمه ما بقاش ذاك الخروج للمضمه ما بقى المسائل ما بقاش ذاك الرواش اللي كنا مولفين وكان واحد الركود فاش كان وقع ذاك الركود الناس دابا الدراري اللي كانوا مساكن كانوا كيعرفوا ديك الساعه غير المضمه ولا الناس اللي ما تعلموا شيء كان حيت كان تخصص ديك الساعه كل دابا بحال كيدار فيه تخصص كل دابا بحال كيدار فيه تخصص الناس اللي ما خدوش الحرفه اللي كيبقى في واحد التخصص تيبقى في واحد المحل واحد التخصص نهار وقفات ديك الوقت ما بقاش مازال اسميتو ديك الساعه كانوا ثلاثه الناس اللي كانوا كيمولوا السوق ديك الساعه كاين نيير عطيه كاين نيير كوهين كاين الحاج يوسف نضي ولي برحمه الله هادو هما اللي كانوا كيجيبوا الماده الاوليه ديك الساعه كانت جينا من فرنسا راه الماده الاوليه ديك الوقيته فاش كانت الماده الاوليه ما بقاتش كاينه من تما بقى الركود بقى تنزل الصناعه ما بقاش ذاك اسميتو الاقبال تاع الشباب هذا راه المسائل اللي هي مطروحه في الشباب دابا حنا عندنا كوزاره الصناعه باش نذكروا وزاره الصناعه التقليديه وهذا المهم راه درنا خدمت على هاد المسائل هذا عندنا سونتر عندنا هذا وجهزات لينا التنميه البشريه وهزات لينا الوزاره ديالنا بالميتاريان وهزوا لينا بكل شيء ولكن المساله تاع الشباب ما بقاوش كيبغوا الحرفه علاش؟ ما كاينش ذاك الدعم ذاك الصانع دابا مسكين ذاك يجي ذاك متعلم اللي كيبغي يجي يتعلم دابا خصو يتخلص راه ما يمكنش يجي هكاك عرفتي دابا تبارك الله الشباب تاع دابا كيبغي يعمر التليفون ديالو كيبغي يمشي للحمام كيبغي يمشي ما يمكنش يمشي عند المعلم ماشي كي كنا حنايا حيت كنا صغار ديك الساعه فاش دخلت 72 للصنعه كان ديك الساعه جدي الله يولي به رحمه الله كان تعطيني درهم 50 فرانك تيقول لي راه صيفط عليك المعلم ديالك باش يحبب لي الحرفه باش نبقى فيها دابا الشباب تاع دابا ما كيبغوش عينا ما نديرو الاعلانات عينا ما نديرو التدرج المهني عينا ما سميتو مع الغرفه ولا مع كل شيء ولكن اخويا ما كانش الاقبال وخص وهذا القطاع هذا خصو الدعم وخص المشكل هو تاع الماده الاوليه تكون موجوده حنا دابا ما نلقاوش الماده الاوليه دابا كتبغيني دابا تقدر تجي تطلب ليا دابا جوج كيلو تاع النقره ولا ثلاثه كيلو النقره باش نخدمها لك ولكن الماده الاوليه ما كايناش يلا غادي نمشي للسوق نقلب دابا غير على داك الشيء القديم دوبا غنلقى 100 غرام نلقى 200 غرام ما يمكنليش تكفي مع السوق 2012 جاتني 1000 مضمه باش نخدمها ولكن لقيت باش كندير هكا في الصنا لقيتهم راه كاع سالا وكاع تفرقوا لقيت عاوتاني تاع الماده الاوليه ما كاينه شاي وشفت مع دوك الناس ودي قلت لهم انا غير عفيوني هذا المشكل هو النقطه اللي كاينه هو تاع التكوين والماده الاوليه
هو اللي كاينه وعاد زايد عاوتاني المشكل اللي كاين اللي ظهر في التسعينات هو اللي كان في السوق مزيان هو الشيء تاع على برا السلعه تاع على برا دابا هي كرفصات الوقت بزاف حيت هجمات علينا ما بقاش مازال داك التاجير ولا هذاك الشيء ديك السلعه تاع على برا كاينه الجوده كاينه هذه كاينه هذيك هو شاري وبقل الثمن قل الثمن ديالنا حنا تما عاوتاني تهرسوا الصناعيه تما فين بدا الهبوط تاع الصناعه التقليديه كتهبط.